لازم نشوف مراجعه معنا الحاجه الاولى اللي مراجعه ميزانيه 2014 وكانت عندنا احنا ماخذ على الميزانيه وكنا نبهنا وقلنا راهي الميزانيه هذه بالشكل هذا راهي ستكون لها انعكاسات سلبيه وهوكا معناها بقات اربع ايام وشين الخسائر اللي تكلفت لنا وكان بعطيك وقع التراجع على معناها سسبونسيون سيرتان معناها قرارات دونك هذه اول حاجه تثبيت الامن ومقاومه الارهاب هذيك الناس كل طالبينها عندنا التهريب ما ادراك ما التهريب عندنا اقتصاد موازي هذا لازم تكون معناها اجراءات فوريه ايوا فوريه في مخص المقاومه التهريب يلزم تطبيق القانون على كل شخص كسواء تونسي ولا غير تونسي القانون هو اعلى اي اعلى حاجه معناها تصير مراقبه مراقبة الحدود مراقبة معناها نحسوا بالهيبة الدولة مقاومة الإرهاب هو باش خطر ولا هذا النزيف هذا اللي دمر اقتصادنا وقاعد يسبب في معناها في شركات قاعدة تسكر في مواد قاعدة تدخل تونس مواد معناها اللي هي ضر معناها الإنسان وضر المناخ العام اللي وقاعدة ضر فينا كشركات وضر مؤسسات تونسية بطبيعة الحال شركات